اللون اللي انا سويته الاسود بشوي. طبعا وانا كذا شايله بنات ترجف يديني، شايفين؟ بعد شوي بترقص. لا ليش قاعده ترجف؟ عشان اوريكم مو بس انت لحالك ترجفي، ليه؟ لاني انا الان مركزه مره في الموضوع، فدايما لما تركزي في حاجه الرجفه هذه تيجينا. ها شايفين؟ قاعده ترجف، والله ترجف معانا اليد غصب، فعشان كذا دايما الافضل انه يكون الشيء مركب. خلاص بحاولي يكون الشيء مركون معاكي، بعدين ايش ارسمي او كملي شغلك. شفتوا في البدايه هنا انا ماني حابه اعرض في البدايه هنا، فعادي يكون التعريض شويه مو كثير برضو في النهايه. اوكي شوفوا كيف الفرق في الثبات، وانا حاطه شيء مرتكزه عليه غير. اعتبر لوك ثاني اني اخذ مثلا لون اسود، اوكي نفس اللون الاسود، واسوي من هنا اللي هو في الزاويه هذه اللي انا سويتها عادي زي كذا، يطلع كانه ايش رسمه اي لاينر، شايفينها؟ تبثين بهيك وقت، والله بالغالب هذا الوقت ايوه، بس مو دائما عاد ابث حسب الظروف، بس دائما يعني تلاقوني الساعه 10 يعني 10 ونص بالكثير، بعد كذا ما بث يعني مو موجوده معناها ما راح ابث. خلاص خلاص شوفوا هنا سويت في بلت الحواجب صح، هنا الجهه هذه راح اسوي في بلت اللي هو مو حق حواجب عشان الكل ما ينحس. قلت لكم اي اي شادو لونه بني نفس المقام يقوم، يعني اليوم اللغه العربيه عندي ضاربه. نفس المقام. من وين اشتريها؟ هي اللي ترسم عليها وشو اسمها، قناع تدريب ميك اب، قناع تدريب ميك اب من كل المواقع، اكتبي وشوفي المتوفر عندك في بلدك. اوكي خلاص بنات راح نرسم حواجب. خلاص رسمها شوي بكسرة، ما بتختلف، بتصير كلها شعر. اوكي كذا شعر على طول مرتفع، يعني ما ابغى ارسم خط ثاني قدامها. تمام اقول لكم اغلب المواقع موجود فيها. حبيبتي انت الحلوة. خلاص حطيت زي ما قلت خط، بس بنات اللي هو القاعدة اللي بمشي عليها. طبعا لو اصلا يعني مصادفني انه ما في عندي اللي هو حواجب بالمره، بس انتوا اكيد بتمشي على نفس شكل حاجبك، لا تغيروا رجاء. اوكي بنات عشان ما تنحاسي وتصير يعني معقدك موضوع الحواجب. بنات ليش انا اقول دائما خليكم في الخفيف؟ الخفيف حلو عليكي ايش ما كان، حتى لو ما انت متقنه ميك ابك، إذا كنتي حاطة ميك اب خفيف يجنن، لكن عاد مصيبة لو مكياجك ثقيل وأنتي ما أنتي متقنة الميك اب، يا حبيبي يا حبيبي بتصيري رياكشن على طول. وياكي توقع في الموضوع هذا. يا بنات هذا آي شادو سنسي، سنسي، كل اللي أشتغل فيهم سنسي أنا، أوكي؟ فدايما الشيء الخفيف ما يبين اصلا عيوب، ما يبين اللي قاعده تسويه ماهره، ما يبين اللي قاعده تسويه ما عندها عن جدتي عادي. فانت دايما خليكي في الشيء المضمون، اوكي؟ وحتى لو انت خبيره في الميك اب دائما يعني الناعم والله يا بنات من جد يعطي جمال يعني ملفت ملفت حقيقي. للامانه دورت على الخلطه ما لقيتها، خلطه الاظافر يا عمري قصدك ولا خلطه اليدين؟ هي موجودة والله حبيبتي في اليوتيوب، علقي لي تحت أي فيديو عموما وأنزل لك رابطها، بس أنا قلت لكم ثوم زيت زيتون وليمون بس تخلطيهم وتحطيهم على أظافرك كذا 3 مرات في الأسبوع، 4 مرات 5 مرات يوميا عادي، تخليها 5 دقائق أو ربع ساعة أو 10 دقائق بعدين تغسلي وخلاص، وحطي فازلين على أظافرك بس هذه. سوي ألوان، خلينا نقول اللي هو الألوان هذه بنكيات، نغير شوي عن اللون البني. أوكي ايش قلت لها الله، شيء مره بسيط. اوكي وارجع دائما اقول لكم تذكروا الحركه اللي انا اسويها دائما، اخذ لون من الاي شادو اخلط معاه على طول لون اضاءه. قلت لكم هذه الحركه تفيد في ايش؟ تفيد في انه العلبه ما تتوسخ. لا امزح، تفيد في ان ايش اللون حق الاضاءه يطلع ولون الشادو يطلع الاثنين يخففوا على بعض. عرفتوا كيف لما اثنين مهمومين يقابلوا بعض يخففوا على بعض؟ هذا شوفوا كيف بيطلع معايا لون وبنفس الوقت حاسه فيه اضاءه بس مو مره باينه، للبنات اللي بيكرهوا لون الاضاءه والبنات اللي بيكرهوا لون الاي شادو. فلو انت من النوعيه هذه لا تحطي ميك اب واقعدي.
امزح. لا اعتمدي هذه الطريقة بتعجبك، انه تاخذي اللون خلاص اللي هو لون الاي شادو تكة مع لون الاضاءة تكة في نفس الفرشة اوكي، وحطي كذا يعطيكي افكت اللي هو الاي شادو، يعطيكي كمان افكت الاضاءة في نفس الوقت بدون شكل مزعج. لاحظوا كيف تخاف انا اقرا حتى صح. خلاص ممكن اخذ هذا شوي، شايفين اللون هذا اللي هو فيه طبعا شوي شمري، واحطه هنا في النص لو انت حابه مثلا زياده عن الشكل اللي احنا سويناه فوق. بس هذا يا بنات لصباح العيد يعتبر مره يجنن اللوك، ولا يعني لا تزودي عليه ولا حاجه. ومن عندهم والله يا بنات ما اعرف لونه ايه، راي الجميع. حط اللون الحلو عليكي يا عمري، لو في فستانك ايش ما كان، حتى لو فستانك قوس قزح حط اللون الحلو عليكي. نبغى ازرق، نبغى بني، حطي اللون اللي انت تبيه. خلاص اقولكم هي كانت منزله اول ما بدات تعمل الكيك، ومنزله ما شاء الله تبارك الله الان تطورها ما شاء الله تبارك الله فظيع يا بنات فظيع. مع انه ولا اقولكم حوالي 50 كيكه شكلها مره مضحك اللي هو الزخرفه حقتها، حقيقي حقيقي مره مضحك. يعني لو واحده ثانيه مكانها ممكن خلاص قفلت واحبطت نهائيا، ابدا ما في شيء مع الاستمرار يكون صعب. واليوم توني قاعده اقول الوحده تقول انا يئست من انه اكون شاطره في الميك اب وما ادري ايش، فقلت لها انه مخترع المصباح انتوا عارفينه، مخترع المصباح فشل 2000 مره، 2001 ضبطت معه وطلع معه مصباح. ف اياكي دائما تقولي لنفسك انه انا فاشله ما راح يضبط معي، لا كل شيء يضبط. بالنسبه للايلاينر عشان اشرح لك اياه بشكل سريع، واجب هذا اكثر اكثر ناس ودي ما ادري ايش اقول، اللي اخترع الفيلر واللي اخترع اللي هو ايش رسم الحواجب. كل البنات تسوي الا لازم ترسم حواجبها، ابدا يعني حقيقي ما عاد نشوف حواجب طبيعيه ابدا. حواجبك حلوه مش محتاجه، بس مشطي والمكان الفاضي بس تعملي فيه شعره. خلاص بنات انا قاعده ارسم اي لاينر بالشادو، وزي ما قلت انت حتى ارسمي بالشادو حتى لو في عندك جل اثبت نفس الوقت. انا سويت زي ما قلت، البنت اللي تقول صعب علي اللي هو اللاينر ابدا، وانت فاتحه عينك كملي مع خط رموشك اللي تحت كانك ايش ماشيه مع نفس رسمه خط رموشك، خط واحد كذا بس، خط مره بسيط اوكي. بعدين مره ارجعي بزاويه، الزاويه هذه تكون ايش حادة، لازم يكون معك منقلة. لا بدون منقلة، بدون منقلة. ارجعي بخط، وين يا بنات الخط هذا برجع من نهاية الخط اللي أنا مديته تحت، بيرجع على بداية ربع عيني الأول، بداية شفتوا خط رموشك اللي فوق، من هنا من الزاوية هذه ارجعي، ومرة خليكي قريبة من خط رموشك هذا، يعني مو مرة كذا تقعدي ماشية في خط الصحراوي، لا، قريبة مرة من خط رموشك. خلاص كذا انت قفلتي، صار عندك زي الزاويه، الحين عبيها من جوا. سهله مره، ما يبغى لها، بس يا بنات يبغى له ايش؟ انه تدربوا شويه، وفي عندك طريقه الكرت. حطيت الكرت كذا ورسمت للبنات وشافوني، ومثبته ترى. الفيديو حق الحواجب بالكرت مثبت، وترى نازل في يوتيوب يعني مو حتى عندي، منزلينه كثير بنات في قنواتهم وما شاء الله يعني الى الان متصدر. ما ادري عجبتهم الطريقه ولا يستهبلوا. بس المهم انها طريقة حلوة، وكثير في التعليقات يقولوا جربناها وضبطت معنا. هو نرجع نقول اي شادو اوكي بنات، بس باخذ لون ثاني اللي تضحك يا زينها. خلاص اخذت بني بنات اوكي، وبرجع ارسم تحت حدود خط الرموش بس كذا. شايفين انا ما ابغى مره ادمج، تبغي تدمجي دمج كبير ادمجي، بس انا بالنسبه لي احس هذا لايق مع لوك عيد اوكي. والله حبيبتي هلا وغلا، اهلا يا حليمه، ما يوحشك غاليه.